بالأمس مجد في الغد. المملكة أرض الأمن والاستقرار، أصبح الاستقرار مقرونا بالأمن، فلا يتوفر الاستقرار في أي بلد بدون توفر الأمن، وهو الأمر الذي جعل الأمن وتحقيقه من أولويات قيادة المملكة العربية السعودية، حتى أصبحت من أكثر البلدان أمناً واستقراراً. سخرت المملكة العربية السعودية كافة الإمكانات المادية والبشرية والتقنية في سبيل دعم الجهود الأمنية والقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب، خدمة لاستقرار المواطن والمقيم وزوار المملكة. رغم التحديات الكبيرة والاستهداف المباشر لأمن المملكة من قبل الكثير من الأعداء، إلا أن الجهود الأمنية تغلبت على كل العقبات، وبسطت الأمن على كافة ربوع الوطن، وفكفكت كل الخطوات الرامية لاستهداف أمن واستقرار البلد، بسبب الدعم اللامحدود لأجهزة الأمن والشرطة والأجهزة الضبطية والخدمية، تحققت الكثير من معالم السعادة والرفاهية لكل من يعيش في المملكة، وأصبحت الأسواق السعودية في تنافس مفتوح على التجارة والاستثمار، وما كان ذلك ليتحقق لولا توافر الأمن والاستقرار. أينما توجه المواطن السعودي، والرعاية والحماية تحيطه في كل مكان، فهو محاط بالرعاية في داخل المملكة، وفي الخارج إن كان مسافراً تكون سفارات السعودية في خدمته وتحرص على أمنه في تنقلاته، أما إن كان مقيماً في الداخل فالقوانين والضوابط الحكومية تكفل له حق العمل والأمن والحياة الكريمة. مجد لنا بالأمس مجد في الغد، والمجد إن جددته يتجدد.